ينفع كده؟ نضيف يا باشا. فيه يا باشا؟ في حد هنا في الحتة مزعلك ولا حاجة؟ محدش يقدر يزعلني. ما أنا برضو بقول كده، أصل اللي زعلك يزعلني. فين داليا رحيم؟ مين؟ داليا مين يا باشا؟ هنلف وندور على بعض بقى ولا إيه؟ المفروض أنا اللي أسأل سيادتك السؤال ده. ماشي يا وحش. فتش لي شقة شقة في الجمالية لحد ما تلاقيها. أمرك يا فندم. تعالى معايا. أنت كويس؟ بنفسك. منورينا يا بشوات. آخر مرة شفت فيها عزت كان امتى؟ عزت؟ عزت مين يا باشا؟ تكونش سيادتك تقصد أستاذ عزت العلالي بتاع السينما؟ هو بقاله فترة مختفي فعلا. إيه الخفة دي يا رحيم؟ أنا بتكلم عن عزت اللي كان بيشتغل مع أمينة. أمينة. الله يرحمها بقى. أمينة كان معرفها كتير. تلاقيها كانت فعلا تعرف واحد اسمه عزت، بس أنا معرفوش. ملهاش أي أثر يا فندم. والله يا أخي أول ما شفتك قلت أكيد مش هيلوى. بس معلش الرجالة عملت شغلها برضه. يا أحمد باشا أنت عارف كويس إن داليا بريئة. أنت عارف كويس قوي إن أنا مش عايز داليا. أنا وأنت فاهمين بعض كويس. وأنت عارف أنا عايز إيه. مشكلتك يا أحمد باشا إنك مش قادر تنسى اللي حصل في 2011. أنسى؟ أنا شغلتي إن رحيم بتاع 2011 ما يرجعش تاني. يبقى سيادتك كده غاوي تعب يا باشا. ما انا جيت لك من الاول، جيت لك دغري وقلت احط ايدي في ايدك. بس انت بقى مصمم تنفذ اللي في دماغك. تهديد ده ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يهدد الحكومه. قول للقوات تتحرك يا لا تتحرك ايه يا باشا؟ طب والشاي؟ ولا واحد شاي سك عليه سكر زياده بسرعه. يلا يا خالد في ايه؟ تمام يا فندم. نورتونا يا بشوات. ايه الاخبار يا باشا؟ حاسه اني هموت. طب اهدي اهدي خدي نفسك. الحمد لله الحمد لله. انا شفت رجليهم خلاص، قلت البوليس هيمسكني. دي اكتر مره اخد فيها في حياتي. حقك عليا. داليا انت كلمتي حد تاني في التليفون غير مامتك؟ كلمتي حد في التليفون؟ ايوه انا كلمت عماد. ليه؟ ليه يا داليا؟ لأنه قال لي لو رحت له هيخلصني من المشكلة اللي أنا فيها. وعماد لو يقدر يساعدك ما عملش كده ليه وأنت في السجن؟ التليفون فين دلوقتي؟ فوق في البيت. كويس. ولو سمحت ما تعمليش حاجة تانية غير لما تقولي لي. أديك شفتي اللي حصل. أنا مش عايزة أدخل السجن تاني. ما تخافيش. طول ما أنت معايا البوليس مش هيقدر يوصلك. عارفة ليه؟ مفيش حد هيقدر يفهمه أكتر من مجرم قديم ورد سجون زيي.
يعني ايه مش عارفين توصلوا لها؟ ايه؟ تليفونها عمل 3 مكالمات وقفل؟ ماليش فيه، انا عايز تدي بقى طريقه. مالك يا ساي؟ ماليش، هيكون مالي يعني. مالكش ازاي؟ ده انت متشلفط جامد. عارفه يا رحاب، لو اعرف العيال اللي عملوا فيا كده ويطلعوا هم اللي في دماغي، عارف هعمل فيك ايه؟ هعلقك من رجلك، لا هعلقك من شعرك زي اليويو. ما تستهدى بالله يا سيد وتطلع اهلي من نافوخك بقى. لما يسيبونا هم في حالنا يا اختي. هو هشام كان جاي ياخد منك فلوس صح؟ لا مش صح. مش صح. ماشي يا رحاب. ماشي. ورحمة أمي، ورحمة أمي أجيب العيال دي. ياه، أنا تعمل فيها كده؟ معلش معلش اهدى. حاضر حاضر يا رحاب. ثانك يو يا زيال النهاردة. على إيه ولا على إيه بس؟ بص هيكون على إيه؟ عشان صحتني. لو ما كنتش صحتني الكويس ده كان هيروح عليا. الحمد لله يا رب إني كنت السبب في إن الكويس ده ما يروحش عليكي، الحمد لله. اوفر كده ليه يا ابني؟ I'm being nice معاك وبقول لك صحتني وشكرا. انت بتعملي كده ليه؟ وانا عملت لك حاجه؟ الحق عليا، وانا كنت عايز اعمل فيكي جميله بس طلعتي ما تستاهليش. دي جميله ايدي بقى ان شاء الله؟ لا مش هقول لك خلاص. لا بجد قول لي قول لي. طيب بص، في ابلكيشن كده شفته على الموبايل بالصدفه اسمه I can't wake up، اوكي؟ هيعمل لي ايه مستر كانت ويك اب ده؟ هيبعت لي واحد يجي يصحيني؟ ايه الطعمه دي؟ اقل حاجه عندي. طب بس خلاص بهزر، تعالى. معلش اشرح لي. استغفر الله العظيم. بصي الابلكيشن ده بيبعت لك كل يوم تاسك لما الموبايل بيعمل سنوز. عارفه يعني ايه سنوز؟ انا قصه حياتي ان انا بقفله من الصبح يا زياد. اوكي بصي تاسك زي ده كده ولازم تحليه. يا حوار ده انت بتهزر؟ انا هحل بتاع دي؟ طب وايه المشكله؟ لا دي صعبه جدا. يوه انا غلطان، عايز اساعدك. سيبك بقى من السنوز والتاسك والحاجات دي وخلي الموضوع ده عليا. انا كل يوم اصحيك. ده انت خدت عليا قوي. طب وايه المشكله؟ ريم اهلا اهلا. ازيك يا زياد؟ ازيك يا اونكل؟ عامل ايه؟ اه اه واقف ليه؟ اوكي اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الجماليه حلوه؟ كويسه يا اه بس في اختلاف يعني ما بين الجماليه والقصر، الناس هنا مختلفه. تمام يعني تمام. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بابا زياد كان بيوريني ابلكيشن كده على الموبايل. ابلكيشن ايه؟ انا هحتاج اشرح كتير. بص يا بابا خليك انت في موبايلك والابلكيشن بتاع الكشاف اللي بينور ده كده زي الفل. صدقي بابا بس هتحكي لي. اكيد بس ما تقوليش لامك يعني. طيب عليك. ايوه يا ماما عماد، انت برضو مش مصدقه بعد كل اللي قلتهولك ده؟ مش انت اللي خليتيه يكلمني من نمرتك؟ ماما ماما لو سمحتي ممكن ما تتصرفيش من نفسك تاني؟ انا كنت هرجع السجن بسببك. سلام يا ماما سلام. لا لا انا مش عارفه هعرف اكلمك انت. مع السلامه. تخيل هي برضو مش مصدقه ان عماد اللي بلغ عني. انت بتحاول تكلم مين؟ ده واحد معرفه قديمه عشان يشوف لنا مكان تاني يعني؟ لا رحيم هو انت لسه زعلان مني؟ ما زعل منك مهما عملتي. بس انت بتغير يا رحيم، فيك حاجة؟ أبدا. أحمد الديب جاب سيرة واحد النهاردة معرفش وصله ازاي. ده حوار كبير أوي يا دالي. تسمعي عن واحد اسمه جون خباز؟ لا
جزعتي رائعة. انت بتعمل ايه يا خواجة؟ ده أسري مش للبس. أنا مش أي حدا. بعدين هيني يكون بالبقلة. سلامي. شوفي. لا أبداً، بس حاسس بحركة غريبة في الجنينة. أنت هون عند جون خباز. متل.